الناس عادة هو الوقت المستحب هي غير جمرة العقبة. إذا جمرة العقبة الكبرى راه تم من بعد الفجر حتى للزوال. المقصود وقت الزوال وقت الذروة كما عندنا في المارشي تاع مثلا العشرة الناس تكفي وقت العشرة تلقى القاشية في السوق. ال11 ال11 ونص فارق القاشي الصباح بدي ناقص القاشي تما تروحش وقت العشرة قال القاشي فهمنا المقصود ده. ربما راح توقع حتى الموت في ذيك الليلة تروح للإنسان وقت ولا كذا عرف مدة ترجع وخر قاعد غلط اصبر حتى انتهي هذا المقصود وقت الذروة خاصة لعدم الأمراض المزمنة بعض الإشارات يعني تم لهم التوفى وبعد عن هذا النصح تاع الزحام أعطيها واحد أمتى أي معلش قلنا لا جمرة لا جمرة الكبرى كيروح مشوار جمرة الكبرى قلنا عادة الإنسان كيروح بكري وبرود حال أفضل من أنه يروح من بعد 13 ويزيد الضغط يزيد الضغط وفي الجمرات الأخرى تاع أيام التشريق أيام منى هو عادة الناس ما تروحش وقت الأول مع أنه يكون فيه السمش لأن الناس تجنب وقت السمش ويكون فيها مشاكل في رمي الجمار. لقنا الجمار الكبرى هي رمي الجمار الكبرى. كي رمي الجمار الكبرى ساعتها يجوز أنه يتحلل. يجوز أنه يتحلش معناها يجوز أنه ينحي الثياب بتاعه يروح يحلق والله يقصر ويحثي ويلبس الثياب بتاعه العادية. حب يرجع للمخيم ينحب حب يوخى حتى يطور طواف الإفاضة إذا كان قادر عشقاه يروح من الجمرة الكبرى. قلنا عندنا رمي الجمرة هو أول شيء يديره الإنسان بعد ما يجي من مزدلفة يروح يرمي سبع حجرات في الحوض هذا اللي طرفاني اللي منين عندنا 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 جمرة واحدة يوم النحر يوم النحر عندنا جمرة واحدة يرميها الإنسان. أما الأيام الأخرى عندنا ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. يوم النحر عندنا جمرة واحدة عندنا رمي واحد كي يروح يرمي الإنسان ساعتها يجوز أنه يحرق ويجرب ويعاد يلبس الثياب بتاعه. والافضل انه الانسان يقدم مش الافضل الرمي لازم يقدمه على الطواف ولازم يقدمه على 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 الحق رمي الجمره لازم يقدمه عليها. اما الحوايج الاخرى قادر يقدم يوخر معناها يقدم الطواف ويوخر الحق يجوز. قلنا هي على الترتيب هي انه الانسان يرمي الجمار بعد ينحر النحر بالنسبه للانسان المتمتع يعني الهدي هذا هو يدفع يخلص النحر وتكفل بها الدوله على والله المؤسسه اللي راه متكفله بالشهاده. من بعده يحلق ولا يقصر اذا قدر معنا يحلق ولا يقصر ويلبس الثياب بتاعه من بعد يتم من بعد اذا كان قادر يروح مباشره طواف الافاضه. طواف الافاضه هذا هو اخر اركان الحج هذا هو الركن الاخير هو طواف الافاضه. اذا كان مش قادر ومش منجم يجوز يوخر النهار اللي بعده نهار الثالث حتى اخر يوم من 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 شهر ذي الحجه معناها من شهر تاع الحج حتى اخر يوم يجوز ياخر الانسان مفهوم اجمع هذا يعني طواف الافاضه لا لا ينح عادي هو 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 التحلل يحدث له معناها في رمي جمره العقبه الكبرى والذبح والحق والتقصير يحدث له التحلل عادي الهدي كنا كاينه مؤسسات خاصه تعلم قام يدفعوك في الوقت هذاك نتاع اي مكاتب حتى كاين صغير معنا غير نهار 8 بالذات ندفع الصواد قدام نروح على صحيح بارك الله فيك ماشي من نهار 8 قدام خلاص هذا ما يعد ثمن يدفعوا قدام بعد المؤسسات هنا بعض المؤسسات معناها تستعمل التقنيات الجديده تاع الهاتف تعطي له رقم الهاتف كي يذبح لك يبعث لك الرساله باغي يبحث الشاة تاعك معناها الانسان اللي حب يرتب بين الاركان تاعو كي يبعث له الرساله هذيك قال لي يا ودي انا رميت الجمره يا ودي راني ذبحت يا ودي نحلق يا ودي نطوف طواف الافاضه.